فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وكانت خطبته قصيرة يعدها الرجل عدا، ولهذا كانوا يحفظون خطبه صلى الله عليه وسلم، وكانت كلمات مباركات عظيمة فيها قواعد وفيها توجيهات وفيها تعليم وفيها موعظة وتذكير وفيها بركة وخير كثير. فليست العبرة بكثرة الكلام، نعم، وإنما العبرة بالمضمون وجزالة اللفظ وقوة الأداء، هذا هو العبرة. وأما كثرة الكلام من غير ضوابط فهذا مما لا فائدة فيه، وهو مخالف للسنة ولا يؤدي الغرض المطلوب. فليت خطباءنا اليوم يتذكرون هذا الأمر، فيقصرون الخطب ويجزلون ألفاظها ويركزون معانيها حتى يفهمها السامع، لأنهم يخطبون في جمع كثير والحاضرون مختلفون في إدراكهم وفي أفهامهم، فلا يركزون على الفئة المتعلمة ويتركون العوام، ولا يركزون على العوام ويتركون الفئة المتعلمة، بل يتوسطون بين هذا وهذا ويراعون هذا وهذا. هذا هو المطلوب، يحضرها الأعرابي، يحضرها الحضري، يحضرها المتعلم، يحضرها الجاهل، يحضرها العالم، فهم يراعون حال المجتمعين فيتوسطون في الأمر. هذا هو المطلوب، وهذا يقتضي من الخطيب أن يعد العدة، نعم، لموقفه هذا، وأن يعد الخطبة الجزلة المفيدة القصيرة المختصرة التي يستوعبها الحاضرون ولا تمللهم.